والصلاة والسلام على رسول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم. الباب 55، باب فضل الزهد والحث على التقلل منها وفضل الفقر. فباب كونتنيشنات هو باب هاي فضل الزهد، باب فضل الزهد إن في الدنيا أدوينا إن لقى زهديو زهدين تو عين لقاتكو إيو والحث إن لقسكو بوريو على التقلل منها إن لقى إن لا يريستو وأنسال لقو ترحتين إيو فضل الفقر إن إيو فقرك فضلك أوليه. ما المهم بقى صلاة ضحى كذب وأتي كتاب الزهد رسالة وأتي ما أنت نور دماتي حديث ربضان يأثر وتن كسو أرني تي قار كبدا ونوصل نقول يعني كتاب كان قار كلنا وزيادة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إلهي وكيل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء نرشى الدنيا تسالي هذا وكذب جيها بيسمى ذلك السودري فاختلط به نبات الأرض كدن بيها سوء لفل قلي أو ناهي أرض دلقي دي وحي كسوء بحي لها ومما يقول الناس ولا نعم سوء جرة وحي دلي الدنيا بايعون لها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها مركي أرض أي بربرتي أي دلالي قرح التي ميت وزينت أي اسقر حسي وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها ذلك بارت لهانا أي اسكد أدعيان إن أي وقت حساد كأي قرشد لقاري أتاها أمرنا أمر كي يمد ليلا أو نهار لو مدن بكسو بيقمي أما هبين أو معلم فجعلناها وحام كيل نبارت أيضا حصيدا مدل فشفي كأن لم تغن بالأمس حالي والله توتا إني شلب أي انجرين كذلك سيدا أن أرنك نوع دينا نوصل الآيات آياتها أن أكرا لقلينا لقوم يتفكرون قوم مركا مانكو تكشقي سيني طبعا آيات إيضا ضدوبة ينفصيلين أو إلا إيضا اللقباء انت صجر بين صامرتون تفسير كوصو الشجم. وقال تعالى إلهي وحير وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض تصال أسميه ونلشأ الدنيا تصال أسميه وواحد كلام دكتا أو كلام دكتا كلام مثل دكتا بيه سما ذكر سو الدجيو صار مركي أرضي ولو فالجلي فأصبح شيء من تدروه الرياح قال دلجي صار بحينا نقضي سو بربرة أو دواشو صار أكلا سيرين يسو أكلا بتين يسو أكلا هاتين يسو وكان الله على كل شيء مقتدرا إلهنا اللي وحكى لك رو وحكست إله وكرا المال حولها والبنون إي عيالك قالها ويلشة مركا كان لكن بالأولاد ده زينة الحياة الدنيا الدنيا يضل مانيس قروح ذي ذوي والباقيات الصالحات كوي يوها رأي الجوغة صالحات كأها خير وناك بذن عند ربك ربك أكتيس وخير إيادا تاسا وناك بذن وعانو وناكسا أملا مركا وحلا يديل سدو الباقيات الصالحات محي علم ذكي لهذين يقوى شيدا وينصو مرت. وقال تعالى إلى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته لص على الدنيا لنا الكيسان ولعب كلعب الصبيان سي عيال كل عياران وكله ولهو كلهب الكهول ذات قرمضوغة ودأ ذا صوكل وحيكون مشغولا وزينة قرح وتفاخر سقفانتنا بينكم لحدينا هذا وتكاثر كالبصي في الأموال حولها أنا كحول بضن والأولاد عيالك أنا كعيال بضن كمثل غيث بين لم يتروبوا أعجب الكفار كي بير لذاها بيرت إصو لها أياب جلس الكفار محل هذا وأنك بيرت إسكله نباته مركة نبات كفاعل أعجب النبات الكفار من كمثل غيث بين لم يدور أعجب الكفار نباته عجب قليي قفك كان بيرت إسكاله نباته عجب قليي ثم يهيد مركان حدان وقلاليه وإنقاقيا فترى واحد أركي ساكيشة لقروح ضلها
دوغ أها مصفرا السجو عولا، ثم يكون هذا نوح أهانا حطاما برور، وفي الآخرة تيدا بيس عذابا بقى هذا عذاب كاس شديد ضرا ومغفرة من الله باء هذا، ومن الله إلهي حقي كاد ورضوان باء هذا، ومن الحياة الدنيا نرش الدنيا مرك إنها لغراعي ما أهانا إلا متاع الغرور كذا راح للمويه. هذا نمرك إلهي وحلا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ضدك وحلو قرحي حياها مع معان كأه وضمركي يعروتي يحالها انت ربضا وذهب يقلن يفردها لليلي يا ما أردت حوالها يبارة حاصلا بدتكم مشغولين، لكن ذلك متاع الحياة الدنيا كاسوا نلاش الدنيا راحة هذا والله عنده حسن المآب، لكن لا رشا ونكسن هنجيب بإله سبحانه وتعالى حق يسأل الرسالة. طبعا معناها قدوم بحين إنه ملق بين إنه ونصوم مرسان كبر الجني. يا أيها الناس إن وعد الله حق ضضوه إله يبوه يسلمت حقه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نلاش الدنيا إن كذين كي كذا بضلنا هان إله سبحانه وتعالى كذين إله يدن وحير ألهاكم التكاثر بضي إسوه فانتا بيض هولي حتى زرتم المقابر إلا أتقورتي كصوب وقتين الله مدوي، يعني حتى زرتم المقابر إلا قبرت لذن كيات قري إذن كورنا لعتين بعد انت وذيسا أو لدرجة إنات باللوذين هير آت حتى ذكي حبالها في جلس وفانتان كلا سوف تعلمون وحاسوغن إنا ديب كأغان دونتان، ثم كلا سوف تعلمون وحادان السوغن ديب إنا كأغان دونتان كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هدا دو غان لها إذن محا علم اليقين لها محا علم اليقين ونصوم مرتجة فافاسا، بمعنى لما ألهتكم هذه الحياة الدنيا. هذا إلى يقول وآيات دقود بس الإمام النووي كان وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نلشن الدنيا ما أهان وأسكع يارتائي ماذا دال ذا أموي، لكن دار تدن بيسا أي نرى جرتا هل كاسي جرتا لو كانوا يعلمون. والآيات في الباب كثيرة مشهورة آيات كبابك نقص أرى هذه الإرادة هل الراد عي وحي ربي وكيري الدنيا ونكلي عيد داوي كبض أنت مسوك وذكرنا، لكن هل كان مكوب أبسلو. وأما الحديث وما حديث قصة أروتي فأكثر من أن تحصى أو أن تحصر إلا كوباي ويبا كبض أنت، فننبه بطرف منها على ما سوى مركب وحن نكبر رجلنا قيب كم الحديث سي أي نوتس يسويحي كصهري حديث حديث مرك أبوه الرأي أهنا حديث أفر بقولي كنتني تضب من كتاب رياض الصالحين عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نبي أوحو الدره أبو عبيدة إلى البحرين ماشى البحرين أي أدري يأتي بجزيته حال لا إيمانه جزية ذات كان لها قاضي جزية ووح لدول ساري ذات كان مسلمين تهين دقنا مال إسلام كو كتليو هل كان صلى الله دروح على جزية كان فقديما وهو لصالارتي أما أليم بمال حوله كلي من البحرين محرين بحوله كلي من لأن حوله هذا على قصة قادة مثلا مسلم يسوي يعني حاجر زكاة ولا قادة صدقة ولا قادة جزية ولا قادة ضريبة ولا قادة خراج ولا قادة حواه ولا قادة دخل الدولة الإسلامية أما مركا معركتي أمير المسلمين أمير المؤمنين وحو قادة انت بيسوي الجيران زكاةنا مصاريف بين الله وسديد قال إلهي تبنامي صدقوا أن مر بومد يود فرنا اللهم صل على جزية دخول الله بطل قال هلك أفك مسلم ك وكب بحنا زكاة كان قال كوه بحنا جزية بحنا ضريبة ضن وكوضع الحيس أفك صو مواطن وستيزن شيب كله أي وسيز تكسيشن كده لسك قاضوا عن صورة نسكات كده لسك قاضوا حصلنا بلا قاضى محيكوك لدويه محيكوك لدويه محا ذاك القاضي وأرن في قيام غصان مطيئة ضبط هذبة علي من حاله كريم بحرين. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة أنصار بواحد مقلين
إنه أبو عبيدة يميد أو صلى تي مقلان إلا مركب هروي وقال إنه شقق مقلان ميشن أه إنه العكس أو قردتك أو جزء كسر قاضه وحي مقلان مرك أبو عبيدة وصلات فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحي كهلالين أي ولدت كذين صلاة الفجر هل كاس يسكو صوب بيغان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولدت كذين هل كاس النبي مركا أي كل كلمة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف نبي مركو صلاة وكبح وقدوم فتعرضوا له مركا سيؤصوا بحين وكهري مادين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم نبي مركو أرك أنصار أو نبي يسكو صوب بيتي ودول عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها وحي كربان واي وقتك كان اكزاكتلي مركي ابو عبيده ويمد النبي يسوق صوب بيغان مركه ربان ولا هلا مركو النبي اركو دول عدي ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين حنا ملينا ان مقشين ان المقشون يسوق غاري ان ابو عبيده وحاله كلام وحون كلام البحرين صوما تاسا ان سو غارتي سون هبيل اظنكم حن موديا ان سمعتم ان النقشان ان ابا عبيده قادما بشيء انه لي من البحرين كليم فقالوا هاجل يا رسول الله ها وسيداس بربت اذا دكت سيداس ان نمت فقال ابشروا هذا بشارست واملوا يدي ديشدا ما يسركم وحين فرح جلينا فرح وحين فرح جلينا مويانا وحكلها كفكرين فوالله ما كنا ارتي ما الفقر أخشى عليكم أنا عيل يفقر إيناد عيل توذان أنا إذنك كبقي ماذا إن أمد إذا إن قلت أمد فقر قل لي أتعي قاعد تعي إذنك كبقي ماذا ولكني أخشى وحاسة كبقي أن تبسط الدنيا عليكم إن الدنيا اللي ننفر أو اللي نين ما أريتي بسط اللي نكو سمعي اللي نين كلاب ديقو أو اللي نين فره يضر لنبع البابك إيه هرتي ماذا كما بسطت على من كان قبلكم سيدي الله فيدي الله وفرت بك إني كني كهري فتنافسوها كما تنافسوها مركاسي يباشي كتر تمل ومركا فتنافسوها ومركا إن كان أت كتر تنتان له كما تنافسوها سيء وكتر تمل يعني إيه فتتنافسوا بالغوض أو فتهلككم مركا إن هلاكتم كما أهلكتم سيء وهلاكتم متفق عليه بركنا بيقولي لأن طبعا إن كان أنصاري إسكام إيماني هداني قاعد جيرين هداني باهي جيرين نبي قال مركو حلية أنو إنا فقير فقراء نقطان عير تودان تا أنو إذا كبقي ما لكن مدون باك بقيا هان كبقيا إن الدنيا اللي ينفره أو إلهي إذن هضنيه أو حولو هلكا هلكا إذن كجي مادان كدي من آت كفد نودان أو تكتر تنتان سيدي دكي إذن كي إذن كهر ريبا حولها مركي الله فوري الدنيا لو ما بقى كجاتي ميت أي قطر تمان كده من يكون هلاك سمين إذا نهلك مرك قدام بيسان أنت أمك بقيامي حديث طبعا قلت ماما مرك إن الدنيا ده وحلو ما شكل إن أنا هين نبي كان وش هيقول في روحه تكون مشكل شان معها فقرنا نقول بنا كرام كيس إلى بقرة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلى مستقرها ومستودعها قبل كرام كيس وقرين كما هرب من يسد حديثي سماهين يعني قفل بوا نفل لن تموت نفس حتى تستوفي الذي قد كتب لها نف لما نيسا الدنيا كتجي ساي مجرته إلا يكفي رب بحسته أو يككيش بحسته أو يكسب رار بحسته وحي إلهي أقرأ بل هداد حون ضلب إسان فأجمل الطلبة وتصحى مرة وناجية مركات وحراسان إسانه حرام بوب دعي أو لها جوجية وضد صح ذا عمر مركو نوي لي معناه هذه كما ركو حتى النامة إن الدنيا معنا أن يكف الدين إلهي سبحانه وتعالى أمضا أفر الدون طبعا حديث سوى النبي وش هي النقطة فتوحات كي باي إسلامي كان كاستس باي ميت ما لف رمضان با الله فرطي إسلام كمال أنه قاري مقتي رسولك وقاري الدنيا لما أفر تجيس كاتب ما تي عبد الرحمن عوف حلق وينت ولد عاي ولي ما ضبنا قال إنك نقبي دي هنا كفن ميا اللواي إلا هير مرؤ كلية مركب مضح اللي قد ذو لغوه اي موقنه مرك لغه لبد لغه لو ددان مدح او موقنه قال لنا سابق كل انت انا نوعي راشين كلا نوع نعم يعني لا سهر دي حديث لبات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبي جو فريس وحكو فريس على المنبر منبر كوكو فريس هكا لقى خطبه وجلسنا حوله انه نهريره سان فريسا فقال مركز سحر ان مما اخاف عليكم من بعدي وحن اذن كجبقني اني قلا شيء ما يفتح عليكم وحل اذن فريو من زهرة الدنيا الدنيا بربر كذا اي وزينتها قروح ديدا متفق عليه وحن نبي مركز كول والسين هاي وحا ايمان دوانا اسايا قداشي او ادون اي بربر اي وحا الدنيا اي وضطا اي حوالا وان الله سبحانه وتعالى امضنا افقر دركور ايكو مشغولا حديث سدحات سدح بقول الافر بقول يكون تاني سيالنا وعنه اي وعن ايش وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا الدنيا دي حلوة تي معان بدن وي خضرة يدو دوغة لابا شايبا قفك is attracted to some ويسو جيتا وميدو وحا عندها اي قبطان وحا مركا يدوغ يهين عند وران وي قفك حجاله ما يشاس انو سنكا دقاق وحا مركا وحا معي يهين عرب وران وي قفك حجاله ما عندنا انو اسكدبا اسكدبا اللي حتى ايضا سكر باكو هيسال ليه انو سن ادو جنبا لغيابا الدنيا لا وضع بويتا عندها انو ارون تهي مركا الله فيه عرب كانو ارون تهي معنى هدو وان الله الهي تعالى سريه مستخلفكم بدل بو انك قد فيها يعني استخلافك وحلقة وضع هوشن ايه وفايس جرين ماشي انجل في كله هوشن ايه وانكو قو ايمان ايه انا استخلفت كذا مثلا مسألة الاستخلاف انا هوشن وانكو قو اقهو الهي ومركا قعنتي ايه انجلي فينظر الهي ايه يا كيف تعملون صدع ما في الاسان ايه فاتقوا الدنيا الدنيا اسكا الهي واتقوا النساء ضمر كان اسكا الهي لانه محايا الهي لو وضع ويكالة تلازمان هدي لو لا اسقفك وانت اسكا الهي وكحيد حيتو لن يستقبوصو أدويسو إلى شنكراوي آخر إيسان كوضا حديث أفراد وعن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إله نالو لمجرت ونوش آخرة من المتفق عليه ورجزي النبي مركي مزلك اللي لسي والنبي صلى الله عليه وسلم تحذي لقد الدامين هوش اللي وذوي وضدك مركة الربعين لقوب أبيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أقول حاول متفق عليه وعنه وعلى قولي أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يتبع حديثا وحديثا تقانا وقد بينا متك أرق مويان يتبع الميت قفك الانتي وحراعي ثلاثة سدح بعض ما ديغانيس مركو الانتو قفك سدح باقي البنيس كبدل أهله بالراعي أهل كيس قرابتي أصحابتي أصدقائي معارفتي كاسميتسكي قفك سراعي وما له حولي سراعي هدو قال له ولقى صدق القاضي هدو حلها وعمل عمل كيسا وراعي صدح حزب الراعي فيرجع اثنان لبا صلى الله عليه لبا اسكو صلى الله عليه شغلكم عليه ويبقى واحد مد باهري يرجع اهل كيسا يسون نقونه ددك ددك هبلو ومركه حباشا سال لو دغاي اوين لعلم وايه هلكا كو برورانيه لكن جعلوا كو قبا درتيد ومركه وسو قاده هل بديو عيده ومركسا كو رغ وجعلوا كو قبا يعني دولكو كوسي جلينيا halkaas ugu xabaaleya waka dhashay waka ku dhalay waka kula dhashay waayda isu dhaxdeen intaba laga soo rogay saanta la soo rogay wa maaluhu maalki soo sonqan haddad gaari wax laayo lagu qaadi badiidka adigu aan lahayd iskaalka aan lahayd waxa dhama la soo cilinaya wa yabqa amaluhu amalki sa baaqi noqon halka marka adigu ka unba ku shaqa marka amalka maanta hadaa hagaajis ka way kan marka ku raaci doono way laakiin wax kasto ka soo haray مالكو جيد من متفق عليه وعنه أنس وحال لقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قول حيلي يؤتى وحال الإيمان هذا بأنعم أهل الدنيا الدنيا ذن قفك أول نعمة بضناء ومن أهل النار لكن أهل النار الدنيا مركو جوغيبو متسئين نار قرأ يوم القيامة تاجني ذا ما لمتي ذا لكين إياه فيصبغ قفك وحال وكذا في النار نار صبغة كلمة صبغ وأصل كوا painting ومركز رنجي وحلا مرنيه ساسون بالغة تفسينيه ثم يقال مركز ساحلي وانين هاد الدنيا ده أيوك على كعسناي سيدهان وحول بابا سوسار رانا سوسار نايان نين الدنيا ده كده قوم الدنيا مركوجة لك وأهل النار كدي بحليه يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط أنت الدنيا ده جوكتي وحنا جم صامر هل مر بك نعيم قط انت الدنيا جوكتي
وحبرارة إن عمد بك صمرت. فيقول لا والله يا رب ما يحوم أركن حوي صمر هدوانين كي الدنيا سو توصنا إذو نبرد إشوك أدنائينا أي أكلك أحسنا سيد هانا لقد نوصل زيادة أو مالا بإشوك أدنائي أي يقول لا ما يحوم أركن ويؤتى بأشد الناس بؤسا قفك أغشيت سناء الدنيا بؤسي وفقر كما شاءوا ضرا كلمة في عم بأهلا وشيد بيدهان بأشد الناس بؤسا في الدنيا قفك أغو فقر ضراء أغشي سناء الدنيا من أهل الجنة لكن إلى هي جنة أقرى لكين فيصبغ صبغة في الجنة مركز أين جنة صلى الله وكذا الله تابسين معنا والورن جينة وكذا فيقال له مركز أحد يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ انت الدنيا جوكتي وحفقر يشيدني وكسامرت هل مر بك شدة قط؟ كلمة يشيد عربي نيتواتنا هل مر بك شدة قط؟ هذا كور الشدة يلب كسامرت فيقول لا ما يلب من باركين والله ما مر بي بؤس قط هذا كور وحلب اي فقر ما صامر ولا رأيت شدة قط وحلباتانا ما أركين رواه مسلم هذا انت ير وسال له تابسيي بوحي هالمانسي سويحي الدنيا دنبا هذا ككلا أنت يرى النار لا تابسي أنت يرى أي مصحة ومن مريق وحا كجرون وحالتا جيسي بغضا سكلي رواه مسلم وعن المستورد حديث يتدرات ابن شداد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول ما الدنيا الدنيا دي ما أهان في الآخرة أي في جنب الآخرة مرك الله ببر ديغو إلا مثل ما يجعل أحدكم إلا أنت أوقف وحاو متكين ويالي أصبعه أصبعه فرتيس في اليم يعني الدنيا مركة آخر الله ببرده ما أهان إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم إنت متكين وفرتيس وبض وصعو لحده قفك فرت هذا صعو قريسة بضي فلينظر بما يرجم حوك الله صلى الله عليه وسلم بض إنت عليك أوشن ديب دايف وإنت عليك بعد فرت قريسة محاك الله صلى الله عليه وسلم حوما يعني الدنيا وكا ماشي سجال يعني ما كان في آخر هذه رواه مسلم وعن جابر يعني معنى حلقة وضع آخر هذا أنت اللي لقيت حديث الزديدات رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مر بالسوق وصام مر سوق ماشي حلوه خلقت والناس والحال الناس ودت كان كنفتيه أي قربه سا أي هريرها كجدان فمر بجدي نبي وصام مر أرجي أسكى ودقير وميت بنت سيب مركا ودق الجنسين فتناوله ساس أسا قبطي فأخذ بأذنه دكتي ساس يضي رايد بساء قبطي ثم قال مركا شري أيكم يحب أن يكون له هذا أن يكون هذا له بدرهم وكان إذن كإذن كم يضع جعلان لها إنه أرجي كان وهل درهم سيستو فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به إنه حتى إحنا وفر لي حتى مر من المحام كفر لنا كانوا قال فلا أتحبون أنه لكم ما جعلان له هنا إنكم يالتان قال والله لو كان حيا حتى هضون ولا لها وابد انتهي هذا كان عيبا بمنوقع الله إنه أسك إنه أسك ومن لك يروي يعني معناها وحلقات وما حتى هضون ولا لها إن أنقاذنا عيبا الله فكيف هو ميت بل كورا إسوك أبد انتهي فقال والله بي فوالله بالنبي إذا ما كنت أرتب لا الدنيا لا أنت لا من ابتدائي لا الدنيا الدنيا دي با أهون ليذته على الله إلهي حقي سأم إلهي سبحانه وتعالى حقي سأي في نظر الله من هذا كن عليكم سو كن إنك وليته وإذا محبك أغسو قادين وأكتي نحبك أنه كأهن إلهينا الدنيا أكتي ساسكت معنى أبو مفضل إذنك إذن لو يتهبوا يا رواه مسلم قوله كان فتيه أي عن جانبه لو يسألنا والأسك أي الصغير الأذن كان مكا لك تيروي الضباء حديثا وحال لها في جانب التربية مكا لتلمام وحال لها انتهاز المواقف قفك داعيقة مواقفتي أنه كفى نسر لنا ماشي انتهاز استاكت خبة جيسة مخوض معركة كتاب أقرس ما مواقفتها اللي كفى حالات جيسة أي روح عليها أي ربط الله سمي كونكشن بكو سمي ساكين دي بحال لها كونة وانا سيدي بيدا قوغ لي مركا لبرا يا داتك ام حلو شيق وإن لي هذا وفهمي كان لقال هذا كورا وحاني وحان هذا مركا النبي صلى الله عليه وسلم
isagoo khudbadeeyay isagoo ma aragtay aayada ku dul arkayay buu haddana suuq isagoo wareegay wuxuu bal ka waran taa waxay muujinaysaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xayaatuhu kullaha waa dacwa laakiin dacwadu hadday iyadu hal watiiro ku socoto qofku uu daalaya saa darteed muxuu la xadiidkii ibnu mascuud nabi kaana yatakhawalu bina almawcidata khashyatan alsa'ama nabigu wuu noo kala dheereyn jiray wacdiga isagoo daalaya inaan isagoo ka baqay inaan daalno saa darteed marka ardayga marna kalaaskan aad la fariisato marna dialog xiwaar samey la dhahday marna wax qor aad dhahday marna la ordo marna la fariisto marna wax la soo qorqoro marna assignmenti waxyaabahan matifariska kala duwan ardaygii nashiid buu noqonaya laakiin hadaan inta maanta maalinba hal darsi un la aqri ama dadka la wacdiyo dadku way daalayan saa darteed nabiga sallallahu alayhi wasallam mowqifkan wuu ka faa'iidaysanaya khudbadii wuxuu ugu sheegayaa masjidkii markay wada socdaan wuxuu sheegay masaafaadka jihaadka marka la diray wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh وعن ابي ذر رضي الله عنه حال قوله قال وحير كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال للسعودي في حرة بالمدينة حرضة وميل والباب لك حيث اي مذويهين مرك حرضة المدينة لن كاسي مدينة حي حيان ما عرقتي المدينة مرك للجوغو قالوا المرك والعرمضوء فاستقبلنا احد احد بانقصو بيقمي وانبورتي احد ayaa naga hortimid waa tagteen markaad cumro iyo xaj meelaha aadayseen oo booqasha loo tegey waa tan xujaajta iyo zuwaarta la geeyo faqaala markuu wuxuu yaa abaa dar abu daru qultu xaaniri buu yidhi abu dar alxadiis ban labayk yaa rasuul allah rasuulallah ku ajiibay haa tafadal maxaad ilihi ilaahy faqaala nabigu markuu wuxuu yidhi maa yasurunii ifarax gelin mayso anna cindii mila uxudin haada dahaba in agteyda ay ahaato buurtan wax la-eg oo dahabaho tamdi calaya thalaathat ayaam tamdi calaya thalaathatu ayaam oo saddex maalmood marka ay kasoo wareegeyso wa cindii minhu diinaar diinaarnu igaga harsanya ilaa shayun inuu iisoo haro mooyaane shaygaas ursiduhu aan u kaysanay lidayni inaa isaga bixiyo ilaa an aquula bihi inaan sidaa ku sameeyo mooyaane fii cibaadi illaahi u kala qaybiy haakada iyo haakada wa haakada can yamiinihi buu tilmaam iyo can shimaalihi bixiis iyo can khalfihi gadaashiisa uma saara markaas socda طبعا راح يدهن المعنى قبل الاعراب انت الاعراب انكهر ارت معناها اللي فاهم محل لا وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهد تلمامين ارك وموقف كلا ابو ذر الله هذا ابو ذر بورد ماركي سها سو بورو حد ماها بورتن انت لا او ذهب هدي ان حيسن لها ما اوغولادن ان سدح مالمود حتى اكتي اني بورتا ذهب كاسو كراو بو ذهب انت لا ما اوغولادن بو illa allahumma ina ka reebanay miyaan in yaro deyn laygu leeyahay isaga bixinaya maad wa ilaa xoolahaas oo dhan maxaan ka yeeli lahaa addoommada ilaahay baa u qaybin lahaa markaasuu nabiga sal lay sl wuxuu yidhi haakada wa haakada wa haakada warho wadiginho waladiinho waladiinho waladiin kan ku dhisa kan ku aroos kan same waxaas unbaa sameeyla markaasuu nabigu markuu timi wuxuu leyi can yamiini xaggaa midigtan u tuurla can shimaali xaggaas can man waxaa laga wadaa marka shilinkaasu afarta gees afarta barjaalan u kala haatin lahaa shilin iguma raageen ila hadan wax soo reebana waa in yaro deyn lagu leeyahay xadiidka markuu dhacay macnihiisa ma markuu wuxuu yihi maa surni farax gelin mayso ana cindii mila uxudin haada dahaba in agteyda ay ahaato buurtatan uxud oo dahaba tamdi calayhi thalaathatu ayaam oo saddex maalmood ay kasoo wareegeyso cindii minhu diinaar oo shilin iga soo haray hal diinaar iga soo haray ilaa shayun inuu isoo haray mooyaan ursiduhu lidaynin aan u kaydinayo ila an aqula bihi an aqula bihi waxaa laga wadaa ina afcala bihi القول هنا المراد المقصود به الفعل إلا أن أقول به إن قصة مين يمويانا في عباد الله أي إلا أن أصرفه في على عباد الله إن أقي بني يمويانا الدوم الإلهي هكذا سدا يهكذا سدا يهكذا سدا عن يمين مدكيس وعن شمال مدكيس وعن خلف قداشيس ثم صار مركب صدنا صعد أرك درسي وبحي وأنا على الصعداء وحلو جرى وضضى شيء كيسان يعني نلوشي صدا هذا الكيسان هو الدعوة فقال مرك وحير ان الاكثرين كوا بطسدا الدنيا وحولها ترى بدن هيس هم الاقلون يوم القيامه وكوا اوير يوم القيامه مرك اللي قال تجنيد ما انت هذا هي اوير الا من قال بالمال هكذا وهكذا الا قف حوله سدن اكل قيبي من عن يميني بيديكتيسي وعن شمالي بيديكتيسي ومن خلف الجدار قف حوله صح انو ابيلين ورها 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 له مويانا ضد كاس وضد يوم القيامة يعني الأقلون وقليل ما هو نبي وطلنا وانا كوير أو ير
كو حوله سأقيبني. ثم قال لي مركا شوحي مركو انت ايد ما يوحي مكانك ايلزم مكانك هل كان يقشك يقره الدور لا تبرح حتى دقاق حتى اتيك الا انك على الماضي نبي غير مركو لبدا كلمدود اي شيغي عجائبتي له روحوا الى ابو ذر انت يقشك دقاق. ثم انطلق نبي مركو تجي في سواد الليل اذا هبين قدعر يعني اي دقاق صلى الله عليه وسلم وهبين حتى توارى الا بقى قرصوم مركو فسمعت صوتا قد ارتفع ماشين ومجدي والله بدا انك لي نبي هو دقاق حد دقاقين بيري كدي من وان واي او اور اوف سبيرين ما بعرف حد انا فسمعت صوتا قد ارتفع مركا سمع المغلي اذكر بحي فتخوفت وان بقي بي ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى بقي انه قف نبي ابن بحي نبي قف ان نبي لو حيلي فاردت ان اتيه مركا سان ربي ان اتبع إلا نكتب النبي صلى الله عليه وسلم عضن وياري وماشن ومجد النبي نهو دقاقي ما حال كاسا نقول اللي قد لي ما وحيالا لك ما لو وحيالين ما لديباتين ما قران كربي فأردت مركب عن ربي لأدى أبو ذرهي أنا أتيه إن أتقو والنبي قال بمعنى أنا أذهب إليه وأتيه فذكرت قول مركب سمحا صحص هذا الكيسي لا تبرح حتى أتيك نيو هل كاكا دقاقي لك على يمال رسول صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامرت النبي قصي ولويني دارك هلك هكذا دقائق محسوسة بي فلم أبرح ماشي كما دقائق حتى أتاني النبي يجيني إلا النبي يجيني أنه ما دقائق بي فقلت مركو صلى الله عليه وسلم لقد سمعت صوت النبي وعطبا مقالة تخوفت منه أن كبقي أي صوتا عطكاس وتخوفت منه أن كبقي فذكرت له مركاسا أشهالي وهي أنظر مي يسيد أنظر مع سنة كدي من إنا صح وصي هذا الكي أها والماشى هذا كذا قاعدين يحب وشاج يدران كي ودرامه فقال أنا بيقول كشيء وهل سمعته وهو مقش عد كمان مقش قلت نعم هوا المقلة قال في ذاك كاس عد كذا مغليس جبريل أتاني وإيمد فقال وحير جبريل مركو إيمد من مات روحي أنت من أمتك أمضى هذا حال وكم ديه لا يشرك بالله شيئا إلهي نحال أن حول ودا جنين لو حال رب الله لبد دقي وغو دخل جنة جنة الجلية قلت مركا سامحني وإن زنا وإن سرق حتى هدو زني استو حتى يلي ماذا قال بحير وإن زنا وإن سرق حتى هدو زني استو حتى يلي ماذا متفق عليه وهذا لفظ البخاري نبي انت سوسو علي توحيد كونه شأن يسو سهلنين وحديثكم وجنين لكن صانت المعنى باب الرجاء مركز الوجري هي باب الخوف ولا بدي باب حتى دوم نوصل لماذا حالي هبين نورة حان سو ميزامين ومهم مركز عقيدة أهل السنة والجماعة إن أن كبر المئس حديث الوفصل قلكم مركز الزينة قالوا أما اللهم استعان والعياذ بالله وقفك وحتى يدي وفرح كل الجلو إيمان قواكك عهرت إيمان كسوال كريا سيد نصوص تنام يسو أنت أو كجرا ذا very moment أو حميد سمعينه إيمانك ولا قصار قلبيس لأنه حديث بروح ولا متفق لا يزني الزاني هو يزني لا يزني الزاني قفك الزاني يا مزين يسوع مؤمن قفك تو جان يسوع مؤمنة ما وح ما حدا قف مؤمن وح ما حدا قف مؤمن وح مزين يس إذا مرك مو على أنها قفك زين يسوع قال قفك حلو قال ما لنا ما حرده أو كجرا إيمانك ولا قصار إيمانك مرك ودول هاري دوشي سوتاغين سيدا ضرورتو كولو كدول تاغين قفك مركا او كربح فرح بو ايمان كدب قوصو الله بانيدا حدي لكن او باشي سيحة لشتو ويراد باشا مدلقة تيكي كيرا ماها اسلام كنو ذاتك كحاران تنين معقول ماها شغل كالليبراليزم كالليبراليزم كأولي ماذا وحكا سوا حلال شغل كإباحيين تأولي ماذا وحكا سوا حلال شغل لدن اركيسان ما انتم قوصو كرر أولي ماذا يا بيا ديدي كرا وحا كان معقول ماها وقفك بين آدم في إنستينكتي اللي بيقوق بيرانتها لما تجوجيك هذا دوله واكو دايك أسلانك شقكو ملي بمعليه هل قوة فهمني سواما مركا مروا بنا محان صوت مامين حالوك دمي قفو مركا دعاية سي لما فلاني انو كاقب وميشي يعني أي قومة تلقلين الباقي مركا قبع حيسي اسم اللهين وحصمائي لكن تي ربي ومتاد وحن باكو مركا دمي باب قشا مركا ومركا توبض فرند لكن هدان انت الباب كبحو عن اسكود دياري بهاشي اس برفيوميو وباشا ان انت ان لا سيدي مركه وحقاد ان
برنامج كيجا ويهي إن أنا هوش أسوي في اليوم قطرت إيدي لا تعمر أوكم مو ممكن قاعد وقف وقاعد أنا كدك دقين حديث كتب ناضة أفر بقل لحد يعني لحة وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول حير لو كان لي مثل أحد ذهب وإذا الحديث كهذا هذه بورت أحد وكلا ذهب عن هيسن لها لسرني أي فرح جنينها ألا تمر علي ثلاث ليال إني سد حبين يعني يصامرين وعندي والحال عندي منه شيء يضحون يجهرسين إلا شيء إنه يهرسينه ميان أرصده لدين أن أوكي دين متفق عليه الحديث هذا حديث كتبنات أفر بقليه لهذا يتضرب عنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا في ريا أو أجو إن الله الرعاة إلى من هو أسفل منكم ضدك إن روح إن كهرسية مر بقفك كهرسية فيه ولا تنظروا إن الله الرعاة إلى من هو فوقكم قف إنك إن كسر ريا إن الله الرعاة فهو أرنك إن الله الرعاة قف إنك إن كهرسية استارسك إن كهرسية أي أجدر منام بضن ألا تزدروا إن أيذان حقيرنا أوليدنا نعمة الله إلهي جلدس عليكم إنكم من نصيب متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري محاكس أروره إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق متكين هدول عندها سأل الرع وأركو قف إلهي وديرات سيي حول مو يعني خلق قبل قف هذا أركتي كاحوق وين كاحوق وروح بضن كاحوق بضن بضن أركتي فلينظر إلى من وأسفل منه قف كهوس سقى عندها للرعاة هذه ده مركوف موجين يا لامدوي مرك الدين تاجنت الديانة تاجنت قف كاس الرجال لا ترتمع كان كاس لا تليل بدن كان كان القرآن أقص بدن كان جماعة كائلان أو كان دعوة مرك كعفر فرعون قف كاس لا ترتمع مرك تاجنت آخره لكن مرك الدنيا تهاي وفي الدنيا مرك تهاي لو مشغول قف عليه كاس الرجال فالعدي وقفك كهوسي ما أنت هذا سدح وجبه في ميل زعوني كثير ما أنت من الآن من السور رجل كريم باجيرو سدح ما ضد مالين عنا هذا درك در وينتر اللي حرتي در سمر اللي حرتي هذا هذا مدو حاجر هل حبا حتى أنا سور رجل كريم هذه كبها هو بدني مدو حاجر متى وأنا هلي كريم هذه أدي مشارك وصل مدو صل وصل لعين باجيرو وشحات كل نور هذه أدي يقولي على من أنا لهين باجيرو هذه أروح نعرفتي إلهي سبحانه وتعالى حاس كسي مدو حاجر الضابة وسنا يعني مر بروحه إن الله للرعاء هذه يا كهوس ما كان الدنيا تاني أنت لكن مر كي تاني أنت آخر من قاس قوة قف كذي كسر لي حديث كان كلا طبعا الله ولا دقيقة هلك حسن كل إشتاجين إن شاء الله سبحانه وتعالى وحان